واقعا يعني هذه التحذيرات طبعا كل حتى القوى السياسية حتى يعني مستشارين رئيس الوزراء كانوا دائما ما يحذرون من ما يحصل إذا يعني هبطت أسعار النفط. تعلم سيدي الكريم بأنه اقتصاد العراق واقتصاد ريعي أحادي الجانب معتمد اعتماد كلي على النفط، بالتالي أي انخفاض في أسعار النفط هذا يؤدي إلى انخفاض في إيرادات البلد، انخفاض في حتى في يعني القوة المالية لهذا البلد. فبالتالي يعني هذه التحذيرات هي بدل من أن تتحدث وتخوف، يعني كان الأجدر في الحكومة هي تفعيل القطاع الخاص القطاع المختلط. بالتالي هذه المشاكل اليوم الموجودة على المشهد هي أصلا سببها لعله غياب التخطيط، لعله الانشغال في مشاكل أخرى. فهذه يعني هذه مشكلة أيضا تواجه البلد وتروح بالأفق، وأكيد يعني هذا الذي يحذر هو عن دراسة. وبعد يعني اليوم حتى هو المواطن العراقي لا يحتاج حتى إلى أن يأتي أحدهم ويحلل، فهو المواطن العراقي هو أصلا يستطيع أن يحلل المشهد بكل جدارة وبأفضل من أفضل محلل. على الأقل جزاء الله خير، حذرنا حذرنا مضر محمد صالح، جزاء الله خير. مو هو الموضوع واضح فيما إذا حصل انخفاض في أسعار النفط. يعني هو إلى اليوم هو الخطر يعني لم يداهم، ولكن ناقص الخطر قد يدق. ترى أكو أسعار مختلفة عن السابق. نعم هنالك هبوط، صح هنالك هبوط في أسعار النفط. بالتالي يعني هو هذه المشكلة، يعني حتى لو يعني إلى متى سوف يكون أو يبقى ارتفاع أسعار، إلى متى سوف يبقى؟ يعني هي ترى المشكلة في هذه الجزئية، إذا حل السلام في أوروبا وانتهت المشكلة والمعضلة الروسية الأوكرانية أكيد راح يرجع الموضوع إلى سابقه، وبالتالي يعني هم شكل خطر ومشكلة جديدة.